عاملين النهارده زبده بنكهه الثوم والكزبره الخضراء. عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه جدا. خلاص طيب هنعمل دلوقتي بقى اول حاجه زبده الثوم بالكزبره. بتبقى الزبده لينه، خلاص لينه يعني لما اضغط كده بايدي تبقى طريه، واحطها بالطريقه دي، واحط معايا الثوم وممكن كمان بودره ثوم. وهنحط عصرة ليمون والكزبرة الخضر، كزبرة، شبت، اي حاجة لونها اخضر بتدي طعم حلو قوي. يعني هسيبها تسيح شوية. طيب نحط ده كمان كده اهو. يعني الزبده المفروض تبقى سايحه اكتر من كده شويه، نطلعها ساقعه كده قبل ما نبتدي نشتغل فيها. طبعا بتجيب الزبده اللي مش مملحه خالص. اوكي كده بقت جاهزه، نشيل ده كده، اجيب كده ورق زبده. ورق زبده او ستريتش زي ما انتوا عايزين، وببتدي اطلعه من الخلاط او من الكبه، الحاجه اللي احنا هخلطه خلطه كمان. طبعا كل الحاجات دي تجهيزات لرمضان، ان احنا نبقى مجهزين الزبده عندنا ومنكهينها وحاطين فيها كل حاجه. بعملها كده عشان ما هقدرش منها، بحطها كده وهعملها زي رول عشان اعرف اقطع منها براحتي. وممكن كمان نعملها بطريقه تانية، نحطها في قوالب التلج ونطلعها مكعبات، بس قوالب تلج تبقى سيليكون عشان تطلع بسهوله. خلاص اهو ماشي. عقبال بقى كده احط التانيه على طول، التانيه بالليمون. هنحط ليمون، بشر ليمون مززه جدا وحلوه قوي، شبت وزبده. هسيبها كده تسيح شويه عقبال ما عملتي. بعملها كده بالطريقه دي رول ماشي، وافضل اضغط وافضل اضغط عشان مش عايزاها تبقى مقلبزه قوي. وبحطها كده زي ما هي في الفريزر، شايفين عامله ازاي؟ طبعا هنستخدمها دي برده في رمضان. بعملها كده زي البونبونيه اهو، وبحطها في الفريزر. خلاص لما بتطلع من الفريزر ممكن بقى ساعتها احطها في اي قالب تلاجة وابتدي اقطعها بطريقة سهلة وبسيطة. يعني بصوا هنا انا حطها في ستريتش، ممكن ستريتش وممكن زبدة، بس الزبدة احلى. يعني انا بوريكم الاتنين بس الزبدة فعلا احلى. بصوا بقى بتبقى عاملة ازاي. هجيب سكينة مشرشرة شايفين ماشي اهو، شايفين منظرها جميل جدا. ممكن كمان نعملها مسكرة مش لازم حادقة، بالتوت
بالمشمش.